مين يصحح حراسة مرمى الزمالك في الفترة الجاية؟ أحمد الشناوي. الشناوي ليه؟ عشان هو يستحق صراحة. أكيد شايف عمر صلاح. عمر صلاح فعلا من الناس اللي بدأوا من فترة كبيرة جدا، بادئ من في النادي من سنة 99 من ناشئين الزمالك، أولا مدرسة الزمالك تحت قيادة حلمي طيران، وبعد كده تصاعد تدريجيا إلى أن هو أثبت كفاءة في ماتش الأهلي والزمالك اللي قبل دوت، وأثبت كفاءة أن هو خوف على النادي، مش طالع علشان الملايين والفلوس والكلام اللي بيعمله أحمد الشناوي. شايف مين الأقدر بحراسة مرمى الزمالك؟ عمر صلاح الأقدر، لأنه هو أحسن من الشناوي وأحسن من جنش، رغم أنه لسه حارس مرمى ناشئ بس لعب قبل كده وأثبت كفاءة أنه حارس مرمى، أنه هو يقدر يقود بحارس مرمى نادي الزمالك. محمود جنش، عشان أنا من وجهة نظري أنه هو أحسن بكتير من أحمد الشناوي.